الجماهير وصلت إلى اليوم المنتظر، يوم بداية المنافسات في كأس العالم. أكيد الكل لديه آمال وطموحات، لكن بلا شك الشعور العام إيجابي ورغبة كبيرة في تحقيق الانتصار. ابقوا معنا، نعدكم بتغطية مميزة تليق بالحدث هنا مباشرة من ملعب لوسيل. بهذه الأجواء الرائعة في ملعب لوسيل، كل شيء جاهز والكل متحمس لهذه المباراة. أنا فارس عوض من كابينة التعليق، سأرافقكم طيلة أوقات هذا اللقاء، ونحن على موعد مع بداية الطريق والمشوار في دور المجموعات من بطولة كأس العالم. الدنمارك ضد منتخب تونس، أي مباراة في كأس العالم مشاهدينا هي مباراة لها قيمتها وستحفظ في التاريخ. كل لاعب يتمنى بأن يشارك في مباراة وحيدة في هذه المسابقة، بالتأكيد مباراة اليوم ليست استثناء، ونتمنى بأن تكون في المستوى. وهذه هي تشكيلة المنتخب الدنماركي. كاسبر شمايكل يبدأ في حراسة المرمى، أندرياس كريستنسن بجانب سيمون كاير في الخط الخلفي، هويبرغ سيبدأ مع إريكسن في قلب الوسط، وفي الأمام يتواجد كاسبر دولبرغ. والآن مع ضربة بداية المباراة الأولى هنا في كأس العالم. دولبرغ يترك المدافع خلفه، يتقدم إلى الأمام، الحارس يسيطر على هذه الكرة بدون مشاكل. مباراة كبيرة اليوم في الجولة الأولى من مباريات المجموعة، كلا الفريقين لديهم الحظوظ من أجل الصدارة، بلا شك نترقب الكثير منهما داخل الملعب. تسديدة هدف الآن، أوه على هذا التصدي، أي حارس مرمى، أي إبداع، أي تفوق، أي ردة فعل خطأ قد يسفر عن بطاقة مبكرة في هذا اللقاء. الحكم يعرف من البداية بأنها مباراة صعبة، بطاقة صفراء أولى مبكرة قد تؤثر على أداء اللاعب في سير المباراة. يستعيد الكرة بعد ضغط عالي ممتاز، فرصة قائمة الآن. خطيرة الآن، يفقد الكرة وتتحول السيطرة. سليتي كان ممكن تكون هذه الكرة في المرمى بدلا من ضربة المرمى. أوهو خطأ من حارس المرمى قد يعاقب سريعا. كرة ترسل داخل المنطقة، كانت قريبة من المرمى هنا، حلو التسديد على الطاير، كرة كانت ستشكل خطورة. ضغط جيد واستعادة للكرة، فهل يستفاد الآن منها؟ توماس ديلاني، أولسن يستعيد الكرة بعد تدخل قوي جدا. كرة هدف في هذه اللقطة، يفتتحون النتيجة، يشعلون الأجواء، 1-0 يا رباه على البداية.
أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا. النتيجة 1-0 الآن. يتقدم في المساحات المتاحة في طرف الملعب. إنقاذ غير كامل للموقف هنا. لا يملك الكثير من الوقت. أوهو، ضرب الجزاء، فرصة كبيرة لزيادة الفارق في هذه اللحظات. أوهو، ركلة جزاء لكن بدون أن يشير إلى أي كرت في هذه اللقطة. فرصة لتعزيز التقدم في النتيجة. حولها في المرمى بنجاح. الله على التنفيذ. مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. ممتاز التحرك لدعم الهجوم في اللقطة. كرة بلية يضرب فيها خط الدفاع. يا الله، مرت ودخلت وحركت الشباك. من ليصدق هذا الهجوم الكاسح في أرضية الملعب؟ مشاهدينا المباراة باتجاه واحد، والنتيجة تؤكد ذلك. فارق الأهداف كبير، ما زال أمامنا الكثير من الوقت قبل النهاية. توماس ديلاني يستعيدون الكرة بأداء دفاعي قوي جدا. دقيقة واحدة مشاهدينا كوقت بدل ضايع. محاولة هجومية هنا. ضاعت الكرة قبل أن تستغل. والصافرة الآن تعلن عن انتهاء شوط المباراة الأول. عودة مع ضربة بداية الشوط الثاني لمباراة الجولة الأولى ضمن دور المجموعات في كأس العالم. تحول في السيطرة على الكرة. تمريرة رائعة هنا. لكن خلاص تنتهي الخطورة هنا. تصدي من كاسبر شمايكل. بخزري. مستحيل هذا الهدف بأداء مثالي. يتسع الفارق لأربعة أهداف. شوف اللقطة مرة ومرتين، شوف المرور، شوف التقدم، شوف المراوغة، شوف المهارة الكبيرة. انظر إلى النهاية. الله على الهدف. رباعية نظيفة، واضح أن المباراة تسير في اتجاه واحد. يتمكن من اعتراض الكرة. الثلث الأخير من هذا اللقاء يبدأ في هذه اللحظات. المتبقي فقط 30 دقيقة. إيريكسون توقع سليم في قطع هذه الكرة. والتسديدة. والحارس يرتمي بكل أناقة، بكل هدوء يتصدى لهذه الكرة. هذه لعباته عودنا عليها.
ركنية تذهب لمنطقة الجزاء بأقدام إريكسون. الآن فرصة كبيرة في الهجمة المرتدة في مساحات موجودة، لكن لازم استغلال الكرة المرتدة. أوهو، الكرة ترتد من العارضة تمنعها من دخول الشباك. كرة في المرمى الخالي، غياب تام للتغطية هنا وهدية مقبولة. نشوف إعادة الهدف من جديد. هجمة مرتدة كانت سريعة وإنهاء جميل بكرة رأسية في المرمى، هدف في منتهى الروعة. الفارق الفني كبير جدا بين الفريقين في مباراة اليوم، واضح أن المباراة تنتهي. صلابة دفاعية، خلص الكرة بمهارة كبيرة. الربع ساعة الأخيرة في هذا اللقاء. دولبيرك يقطع الكرة بشكل ممتاز ويستعيد الكرة. دانييل واس، أولسن، كرة تحتسب إلى ضربة ركنية. التنفيذ هنا بشكل قصير، يقطع إلى الداخل. أوهو، غيرت اتجاهها في اللقطة الماضية، اصطدمت الكرة بالمدافع واستقرت في المرمى. خمسة أهداف مقابل هدف واحد، أربعة أهداف تفصل بين الفريقين. بتدخل شرعي يستعيد اللقطة في المناطق الخلفية. أولسن، هويبرغ، الوقت بدل الضايع المحتسب دقيقتين فقط. يفتك في مكان خطير، سهل الاعتراض كان في اللقطة الماضية. في المرمى، تأتي صافرة النهاية لتعلن عن فوز الضيوف في مباراة اليوم. أداء كبير من الفريق، سيطر